والخبر اللي انا بسرعه هقوله لحضراتكم هو متعلق بالكلام اللي انا كنت بقوله من شويه، اللي هي فكره ان احنا ازاي ما نركعش، ان احنا ازاي نتحمل، ان احنا ازاي نصمد ونواجه. رئيس الحكومه النهارده المهندس شريف اسماعيل قايل تصريحات لها علاقه بمحاوله السيطره والرقابه على الاسواق. قال كده، قال لن نسمح بممارسات احتكاريه. انا مش عارف مين الاجانب اللي قاعدين مع رئيس الوزراء دول، بس ماشي ما علينا. شركه ايه؟ توتال. شركة توتال بتاعة البنزينة دي اللي هي في آخر هايبر. ماشي. رئيس الوزراء النهاردة قال كده، قال إن إحنا لن نسمح بممارسات احتكارية وسنضبط الأسواق والأسعار. وأنا هنا عشان ما أطولش، وإن الحقيقة ما فيش وقت للتطويل، وإن كان الموضوع يستدعي الحقيقة التطويل والكلام لبكرة. أنا سؤالي لدولة رئيس مجلس الوزراء، ممكن لو سمحت بمنتهى الأدب والاحترام والتبجيل لشخصك الكريم تقول لنا يا دولة رئيس مجلس الوزراء هتعمل كده ازاي؟ أنا بح صوتي من شهور، وكل مرة التصريح ده يتقال من رئيس الوزراء وأنا أقول نفس السؤال، هتعملوها ازاي؟ من أيام ما كانوا بيعملوا قانون القيمة المضافة في مجلس النواب وأنا طلعت وقلت أهلا وسهلا، شرط هو الرقابة على الأسعار، فرئيس الوزراء والوزراء راحوا مجلس النواب وقالوا لهم وافقوا على القانون وإحنا ضامنين ان احنا نراقب الاسواق ونضبط الاسعار، وانا كل حلقه اطلع اقول هنا هتعملوها ازاي؟ بانهي اليه؟ ممكن نعمل النهارده، هو انا بقولها هو مناشده لرئيس الوزراء، ممكن يا دوله رئيس مجلس الوزراء كل يوم مكتب حضرتك الشخصي، مش وزاره التموين ولا الداخليه، مكتب حضرتك الشخصي يطلع لنا في الاعلام نتيجه التفتيش والرقابه اليوميه على التجار والجشعين في الاسواق. يعني كل يوم قولوا لنا النهارده قبضنا على 20 واحد، والنهارده بس في الخبر ده موجود انه اتقبض على 16 تاجر مشونين حوالي مش عارف 750 طن رز، 750 طن رز، 16 تاجر فمشونين بتاع، فعاملين ازمه معطشين السوق، فقبضوا عليهم وبتاع. لو كل يوم المباحث نزلت والمفتشين نزلوا هيقبضوا على قد ال 16 دول 16,000، فازمتنا تخف. كل يوم انا عايز بيان من رئاسة مجلس الوزراء، قبضنا على كام واحد، فتشنا كام مخزن، صدرنا كام الف طن رز وسكر وغيره. ممكن ده؟ ومش بس كده، وقطع رقبة اللي بيعمل كده، المحتكر ولا اللي بيخزن ولا اللي بيعطش السوق ولا اللي بيتاجر وبيضارب في العملة، يتقطع رقبته والله بالقانون عشان يبقى عبرة. طول ما احنا دولة بتطبطب على المخالف خدوا مخالفين للصبح.